للحصار. لا لا للحصار. لا لا للحصار. لا لا للحصار. لا لا للحصار. لا لحصار غزة. لا لحصار غزة. لا لحصار غزة. لا لحصار غزة. 2017 عام انتهاء الحصار. لا لا للحصار. لا لا للحصار. لا لا للحصار. لا لحصار غزة. لا لحصار غزة. لا. وهنا أمام معبر بيت حنون إيرز أحد رموز الحصار الإسرائيلي الذي يعاني منه مليوني مواطن يعيش في قطاع غزة. نقف هذه الوقفة اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار لنقول أن العام 2016 كان الأسوأ في سنوات الحصار. 1.5 مليون مواطن يعيش في غزة هم بحاجة لاستمرار حياتهم لتلقي مساعدات. يتلقوا مساعدات من مؤسسات عربية وإسلامية ودولية لكنها غير كافية. غير كافية على الإطلاق ولا تسد جزء من حاجاتهم. طبعا هذا بسبب الحصار وبسبب العدوان. ومعدل دخل الفرد اليومي وصل إلى 2 دولار و80% يعيش تحت خط الفقر. هذا هو الواقع. لذلك كان لابد من اتخاذ خطوة إلى الأمام، حراك أكبر، عمل أكبر فلسطيني عربي إسلامي دولي لكسر الحصار وإنهائه. فنحن في اللجنة الشعبية أطلقنا نداء، نطلق اليوم من هنا من أمام معبر بيت حنون إيرز ليكون العام 2017 هو عام انتهاء الحصار. لنعمل جميعا، نحن في اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ومعنا كل الجهات العاملة سواء كان في غزة، في الضفة، في القدس، في الداخل الفلسطيني. وكذلك نوجه نداء إلى كل أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يشاركونا وأن يكونوا معنا في هذا العمل الجماعي، العمل المستمر، العمل الدؤوب من أجل انتهاء الحصار. هذا حصار أولا غير قانوني، غير أخلاقي، غير إنساني. حصار يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحق الإنسان. أين العالم من هذا الحصار؟ أين العالم من أن يمارس ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار؟ لابد من تشكيل قوة ضاغطة فلسطينية عربية إسلامية دولية لإنهاء الحصار على قطاع غزة. هذا نداءنا وهذه وقفتنا. ونحن نقول أن هذا الحصار الخطير يصيب 2 مليون، كل إنسان في غزة اليوم يعاني من هذا الحصار معاناة شديدة، معاناة مستمرة. لا لا.